اطمأن وفد من أعضاء المؤتمر الشعبي العام برئاسة فائق السيد الأمين العام المساعد لقطاع المرأة إلى صحة الدكتور حسين السراجي رئيس نقابة المهن الطبية الذي يرقد في مستشفى الثورة إثر وعكة صحية ألمت به. وخلال الزيارة أكدت السيد حرص الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام على رعاية كوادر المؤتمر التي بذلت الكثير من أجل الوطن. من جانبه شكر الدكتور السراجي الزعيم علي عبد الله صالح على اهتمامه ولفتته الكريمة التي تدل على وفاء المؤتمر وقيادته مع كل أعضائه وكوادره. يقتلون ويسفكون.